السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم عن النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 105، دونك التتمة ديال التماثل المحوري والإزاحة، لا سيميتري أكسيال اللي هو التماثل المحوري، لا ترونسلاسيون اللي هي الإزاحة، كنزيحوا شي جسم من مكان لمكان. دونك أنشئ مماثل هذا الشكل بالنسبة للمحور الأحمر وأحدد محور تماثل آخر للشكل. إذا هنايا لبغينا محور التماثل، هذا هو محور التماثل، كنديروا راس براس. اذا النقطه اللي كتنتمي لمحور التماثل المماثله ديالو هي نفسها هذه، غنحسبوا عندي مربع 2 1 2 وغنديرها هنايا ونصل مع هذه بعيده بمربع، حتى انا غنبعد مربع. دونك كنحسب ما بين الراس والمحور، ماشي وراه، وراه ما عندنا ما نديرو به. دونك هذه مصيله مع هذه، حتى انا نصلها معها. نجيو لهذا الرأس، هذا بعيد بواحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، أنصل معه. نجيو للرأس الآخر، دونك بعيد بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ستة المربعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ستة ديال المربعات، ونصلوا مع هذه النقطة هذه. نجيو لهذا الرأس هذا بعيد بمربع 2 3 4 المربعات، 1 2 3 4 ديال المربعات. ثم هنا 1 1 هنا 1 2 1 2 ثم هذه مماثلتها هي نفسها لأنها كتامل محور التماثل. إذا هذا هو النصف الثاني ديالو. هنا أحدد محور تماثل آخر للشكل. هذا الشكل هذا واش عندنا شي تماثل محوري آخر نقدروا نقسموه منه؟ من طبيعة الحال كاين، ها هو نقسموه من هنا ومن هنا. شو خصنا اللي درنا في الأنسخ ودرنا الطي، واش هذا الجزء هذا يجي قد هذا الجزء هذا؟ دونك من طبيعة الحال غادي يجيو بحال بحال. هنا نحسبوا هذه 1 2 3 4، واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك مزيان، هذا قسم لينا على جوج. شو إذا هنايا نقدر هذا يكون تماثل محوري، ويقدر يكون هذا تماثل محوري. نمشيو للتمرين 2، دونك أتمم الرسم لتكون الأشكال المتماثلة بالنسبة لمحور تماثل دلتا. نفس الخدمة اللي درناها غنديروها هنايا. إذا نحدو الرؤوس، مثلا هاد الرأسين بعيد بمربع 2 3، 1 2 3. إذن هذا توا يكون هنايا ونصيل. هذا بعيد بواحد مربع، تانا ندير مربع ونصيل. هذا بعيد بواحد اثنان، واحد اثنان. ثم هذا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان هو هذا اللي درنا. دونك صافي، نمشيو دابا الرأس هذا بعيد بواحد اثنان، واحد اثنان، ونصالوه هنايا. حنا نصيلوه هنا، هكذا. هذا هنا بمربع مربع، مزيان. هذا جوج المربعات، غنحسب جوج المربعات، نهبط هنا واحد جوج واحد جوج، هذه تنتمي لمحور التماثل اذا نفسها. نفس الشيء هنا، هذا الراس هذا واحد اثنان ثلاثه المربعات، واحد اثنان ثلاثه، اذا هو هذا هذا هنا واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. هاو هاد الرأس هذا بعيد بواحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، إذا هذا يمشي معاه. هاد الرأس بعيد بواحد جوج، واحد جوج، إذا هو هذا. وهنايا نمشيو لهذا،
واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، إذن هذا يمشي مع هذا، وهذه هي نفسها غنصيرو معها. إذن هنا ولاو الشكلان متماثلان. نفس الشيء هنايا، دونك صافي الأمر سهل، يعني هنا واحد هذا مثلا، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، يعني هيجي هنا وهذا هنا، هذا بعيد بواحد يعني هذا بعيد بواحد، ونصيله معاه. هذا بعيد بواحد يعني نديره هنايا بواحد، هذا بعيد بجوج المربعات، دونك واحد جوج، هذا بعيد بواحد جوج، واحد جوج يعني هنايا، ونصيلو هذا مع هذا، يعني كل رأس كنحسبو ليه بشحال بعيد. هنا هو مربع، تانا ندير مربع، ندير هنايا ما بغيتوش تبقاو تحسبوا المربعات، صافي كديروا على الاول وتحسبوا هذا فيه جوج مربعات، انا نديرو جوج مربعات. مثلا هذا فيه مربع، نديروها مربع، هذا فيه واحد جوج ثلاثة، اذا واحد جوج ثلاثة، هنا نصيروا مع ديالو، هذا فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني حتى لهنايا. ومن طبيعة الحال هذه النقطة هي نفسها، ونصلوا معها، غيجو متماثلان. هنا نفس الشيء، عندي واحد جوج بعيد مربع، تانا بعيد مربع، وغندير واحد جوج هنايا، جوج رؤوس، هنا فيه جوج، تانا ندير جوج، هنا فيه واحد، إذا هنا فيه واحد، تانا ندير واحد، هنا بعيد بجوج المربعات، جوج المربعات، وهذا بعيد بثلاثة بثلاثة. اذا هنايا ولا كل شكل مماثل ديالو. جيد، نمشيو لثلاثة، دونك جو في لا فيغور سي كونتر سور مون كاي، بوي جو كونستروي لو سيميتريك دو 5 بارابور او تري روج. دونك هذا غنقلوه في الدفتر ديالنا ونديرو ليه المماثل ديالو. دونك النقل ديالو مثلا هو هذا، دونك باش نديرو المماثل، دونك هذا الراس هذا غنديرو الرؤوس، عندنا ستة ديال الرؤوس، إذا هذا بعيد مربع، وهذا بعيد مربع، ونصيل. مزيان، هاد جوج هادو دابا بعيدين بجوج المربعات، إذا جوج المربعات، إذا هذا اتصال مع هذا، هذا غيتصال مع هذا، بحال هكا. ثم هكذا، دابا هذا الرأس هذا بعيد بواحد جوج ثلاثة المربعات، واحد جوج ثلاثة ديال المربعات، وهذا بعيد تا هو بثلاثة، يعني تا هو بثلاثة، إذا هذا اتصال هنا، تا هذا غيتصل هنا، وهذا هنا. إذا هكا إلا درنا الطي، الطي لاحظوا إلا درتو الطي بالأنسوخ غيجو متطابقان، يعني لاحظوا هذا غيتحط فوق هذا بيجي معاه هو هذاك، وهذا غيتحط فوق من هذا غيجي معاه هو هذا، دونك الشكل غيجي بحال هكا، هادي خمسة وهادي خمسة مقلوبة لأن المماثل ديالها. جيد، نمشيو للتمرين أربعة، دونك هل المستقيم الأحمر محور تماثل الشكل أ؟ الشكل بي، الشكل سي، الشكل دي، ارسموا محاور اخرى لكل شكل ان وجدت. اذا هذا واش هو تماثل محوري؟ نديروا عليه الطي، اذا هذا النصف الفوق هو هذا النصف اللي لتحت، اذا نعم محاور اخرى نقسموه، شوفوا بعدا واش مربع، دونك فيه 22 تدريجه، 22 تدريجه، 22 تدريجه، 22 تدريجة، إذا هذا مربع فيه تماثل محوري آخر ولا محاور تماثل أخرى، ك
كاين القطر هذا، كاين القطر، هذا وهذا نقسمهم، كاين فيه 22 تدريجا نديرو 11، 10 ها 11، لا هنا ماشي 22، 20 25 26 27 تدريجا. اذا الا كانت 27، 27 هي 13 ونص، دونك 10 11 12 13 ونص هنا، وهنا ثاني 13 ونص. عشرة حداش اتناش تلتاش ونص، مزيان. هذا النصف اللي الفوق ماشي هو النصف اللي التحت، الا درنا الطي ما يجيوش متطابقات، اذا لا هذا نعم، لان الا درنا الطي على هذا الاحمر غيجي هذا هو هذا. ميمكنش نزيدو شي واحد اخر بالنسبه لهذا حتى هو لا، حيت علاش الا درنا الطي هذا غيجي هنا وهذا غيجي هنا، دونك ما كاينش تطابق، وميمكنش لينا نزيدو محاور اخرى، او هذا نقدروا نزيدو واحد بالنسبه لهذا لا، ولكن نقدروا حنا نزيدو واحد، نقدروا نقسموا هاد الجوج من هنا. شو اذا دابا الا درنا الطي على هذا الازرق يجي تطابق جيد. هنا سالينا الصفحه 105 من نجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي مع التماثل المحوري والازاحه لا سيميتري اكسيال الى ترانسلاسيون. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.